وبناء عليه سألتمس منك سؤالا فيما يتعلق بعنوان لم الشمل. هل هذا العنوان تم اختياره حين فكرت الجزائر أن تكون سوريا حاضرة؟ أم أنها فكرت في هذا العنوان أنها ظنت أن الحضور ملكي من المغرب؟ أي منهما دفعها لهذا الاختيار؟ اختيار الاسم بالطبع. أستاذ، قضية لم الشمل هو ما يحدث في الجزائر، نأمل فقط أن يكون نقطة صغيرة لبداية لمسار طويل جدا للم الشمل، لأن الانقسام والتشرذم العربي هو نتيجة لعقود طويلة جدا من الزمن، وبالتالي قمة الجزائر نأمل أن تكون فقط بداية للم هذا الشمل، لأن الظروف صعبة يعني والعلاقات البينية. كيف ستشتبك هذه القمة مع المشاكل العربية الآنية؟ هو حقيقة اقتراح مبادرة للم الشمل وحشد مختلف الإمكانيات، هو ما من شأنه أن يعيد لم الشمل الدول العربية من خلال قبول الوساطات لتجاوز الخلافات الثنائية. هناك كثير من المبادرات المستقبلية، لأن القرارات المتوقعة من قمة الجزائر كذلك يجب أن تتضمن أو هي ستتضمن إصلاح البين العربي، وبالتالي الكثير من الحكماء والشخصيات المهمة في الوطن العربي يمكن أن تبادر لتجاوز الكثير من الأحقاد العربية، لأننا عندما نتابع مبادرة الصلح الأفغانية الأمريكية ووقوف العرب معها، نحن أولى بالكثير من الأمور، ليست شعبوية، الأمور صعبة ومعقدة، لكن يجب البدء في لم الشمل العربي وتجاوز الأحقاد في مختلف الأزمات، لأن الكثير مثلا يريد الإيقاع بين مصر والجزائر، ولاحظنا اليوم عبد الفتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء إلى الجزائر وبدا مطمئنا، وكانت الكثير من الإيحاءات السيميولوجية، الكثير حتى قيل بين الجزائر والمغرب، بين ليبيا والجزائر، والكثير من الأمور، هناك تهويل إعلامي وتوجيه إعلامي لمختلف الأزمات العربية لزيادة هذا الشرخ والانقسام. حتى القضية الفلسطينية في كثير من وسائل الإعلام أصبحت مرادفة للانقسام والشرخ والتشرذم. ما حدث في الجزائر سيكون مشروع قانون على قمة جامعة الدول العربية للمصالحة الفلسطينية، حتى تكون المسؤولية على 22 دولة. كما قلت لك، حقيقة الواقع صعب، لكن الظروف الدولية إذا لم نستغل هذه الفرصة، خاصة أننا نستفيد من هدنة من خلال اهتمام الغرب بما يحدث في أوكرانيا، إذا لم نسرع في حل الملفات العربية والأزمات وإبعاد الحروب بالوكالة ويصبح الوطن العربي مسرحا لكل هذه الحروب، ضيعنا الكثير من الوقت، كثير من المال، السيادة باتت مهددة، القرار العربي باد منقسما ومحجم كذلك في دوائر قليلة جدا، وبالتالي كل هذه الظروف تحتم على الأنظمة الاستماع للشعوب العربية وتجسيد تطلعاتها، لأن جامعة الدول العربية هي من أكثر الهيئات التي فيها هوة كبيرة بين الأنظمة والشعوب، وبالتالي في وقت الأزمات تتحالف الأنظمة مع الشعوب لحصول على تلك القوة. لأن سعيد بهذا اللقاء، الوقت قد انتهى. من الجزائر السيد حكيم بغرارة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف من هناك.